بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين في كل لمحة ونفس وحين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. أرحب بكم أحبتي في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم في بيت مشكلة. سنقف اليوم عند مفردة حساسة إلى حد ما، يورث تجاهلها احتقانا داخليا، يورث ألما بالقلب وشرخا في النفس. وقبل أن أقول لكم عنوان هذه الحلقة، أقول لك أيها الزوج الكريم، إلى متى يا أخي ستبقى تنظر أن الحديث عن عواطف زوجتك بينك وبينها هذا حديث ثانوي؟ حتى متى ستظل مقتنعا بأن الكلام العاطفي والكلام المعسول الجميل هو نوع من قلة العقل الذي لا تحب أن تمارسه مع زوجتك؟ عنوان حلقة اليوم: زوجي كريم بخيل. كيف هو كريم وبخيل؟ ببساطة، هو كريم ماليا، بخيل عاطفيا. ما أكثر البخلاء بيننا، ما أكثر أولئك الرجال الذين لا يحسنون أن يتفوهوا كلمة طيبة مع زوجاتهم، وكأنه يجرح إن تكلم كلمة طيبة، وكأن رجولته تهز. تعالوا نقارن سلوكنا اليوم بسلوك سيد الرجال، أكمل ولد آدم، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. أخرج الترمذي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ميزان نبوي دقيق، خيركم هو خيركم لأهله، وأنا صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي. كانت خيرية رسول الله صلى الله عليه وسلم شاملة كاملة، مستوعبة كافة التفاصيل. فكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يظهر الحب لزوجته. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستكثر أن يثني على محاسن خديجة في حياتها، وكان لا يستكثر أن يثني على محاسنها بعد وفاتها. كان صلى الله عليه وسلم يثني على ذكاء السيدة عائشة وجمالها. كان صلى الله عليه وسلم يحدث نساءه عن جمال ماريا، الذي أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أخذ، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم لها بيتا في العوالي كان يتردد فيه إليها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على زوجته زينب حين يذكر كرمها. وهكذا أيها الرجل، لا بأس أن تجلس مع زوجتك وتقول لها: يا زوجتي الكريمة، أنا أحب فيك بساطتك، أنا أقدر فيك جدا أنك تسكتين عندما أغضب، أنا أحب فيك تدبيرك، يا زوجتي أنت من خيرة النساء، مثلك لم أرى امرأة. أقول لك أمرا، حدثها بصدق وحاول أن تسلط الضوء على إيجابياتها، ستجد منها ردودا لم تكن تتوقعها. فنبيك صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوتك وقدوتك وأسوتي وقدوتي، كان لا يبخل أن يحدث زوجته صلى الله عليه وسلم عن محاسنها. النقطة الثانية، كان عليه الصلاة والسلام يبالغ في التلطف مع زوجته. النبي صلى الله عليه وسلم كان لطيفا، كان رقيقا. الرجولة لا تعني أن تدخل إلى البيت وأنت متجهم، الرجولة لا تعني أن تعلي صوتك وكلما أعلت زوجتك صوتها تعلي أكثر، الرجولة لا تعني أن تضرب النساء، فما أولئك بخياركم. الرجولة تعني اللطف. النبي صلى الله عليه وسلم كان لطيفا مع زوجته، وهناك حالات ينبغي أن تزيد فيها من جرعة اللطف، كأن تمرض مثلا الزوجة. السيدة عائشة لما وقعت في حادثة الإفك، مرت في شهر مرضت فيه، كانت السيدة عائشة لا تعلم ماذا يدور بين الناس من حديث، لكن كان يؤرقها كما تقول: أني لا أجد اللطف الذي أراه من رسول الله في مرضي. النبي صلى الله عليه وسلم كان لطيفا زيادة عندما تمرض زوجته، وهو في كل أحواله لطيف صلى الله عليه وسلم. فأيها الزوج الكريم، إنك لن تصغر إذا مرضت زوجتك واتصلت بها على الساعة كذا وتقول لها: الآن حان موعد دوائك، ما أخبار غذائك، اعتني بنفسك. هذا الأمر سيقع عندها موقعا حسنا،
وستبادلك فيه عندما تمرض. علمها كيف تعاملك عندما تمرض بمعاملتك لها عندما هي تمرض. كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما اللطف مع زوجته وخاصة إن مرضت. أقول لك أمرا أخي، ويلحق بالمرض الحالة الشهرية التي تمر بها المرأة، هي تمر في مرحلة عصيبة شديدة، لذلك هي تحتاج بعض اللطف منك الزائد. وإن رأيت منها سلوكا لم تعتده منها فأرجوك استوعب الأمر، تحمل الأمر، تذكر أسوتك وقدوتك صلى الله عليه وسلم. خيركم خيركم لأهله، كان عليه الصلاة والسلام يظهر حبه لزوجته، كان صلى الله عليه وسلم لطيفا مع زوجته. النقطة الثالثة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم لرضا زوجته وغضبها. بعض الرجال اليوم لا يهتم لزوجته، رضيت أو سخطت. بعض الرجال يتفوه بكلمات قاسية جدا مع زوجته، يقول لها اخرجي الباب مفتوح، يقول لها اضربي رأسك بالجدار، كلمات قاسية. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك، كان يهتم لرضا زوجته وغضبها، حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الدلائل التي تظهر رضا الزوجة من غضبها. قال عليه الصلاة والسلام مرة لسيدة عائشة: إني أعلم إذا كنت علي غضبة أو إذا كنت علي راضية. قالت: ومن أين ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا كنت عني راضية قلت لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبة قلت لا ورب إبراهيم. فقالت السيدة عائشة: أجل يا رسول الله، والله ما أهجر إلا اسمك. كان عليه الصلاة والسلام يهتم لرضا زوجته وغضبها. النقطة الرابعة، كان عليه الصلاة والسلام يدلل زوجته. متى آخر مرة دللت فيها زوجتك؟ متى آخر مرة ناديت زوجتك باسم تحبه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما ينادي السيدة عائشة: يا عائش، يحول اسمها، أو يا عويش، يحول اسمها، يتلطف إليها. أحيانا يناديها باسم دلع فيقول لها: يا حميراء، والحميراء هي ذات الوجنتين الحمراء، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: يا باهية، يا جميلة، صلى الله عليه وسلم. اليوم نرى سلوكا مضادا مصادما. هذا رجل سجل اسم زوجته على جواله وزارة الداخلية، وآخر سمى زوجته غلطة العمر، وآخر سمى زوجته الحارس لأنها تترقبه وتحرسه. الزوجة بدورها تفعل مثل زوجها، تكتب اسمه على جوالها: أبو رعد، أبو صخر، الغليظ. هذا إن لم يكن هناك أسماء أشر وأمر وأردى. هذا مصادم تماماً لسنة النبوية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلطف لزوجاته ويتودد إليهن من خلال الكلمات الجميلة والأسماء الجميلة. النقطة قبل الأخيرة، كان عليه الصلاة والسلام يعترف على الملأ بحب زوجته. عمرو بن العاص الصحابي الجليل مرة في ساعة الصفاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: زوجتي. دون تردد: زوجتي أحب الخلق إلي، يا ناس يا عالم، أنا أحب زوجتي، ما العيب؟ النبي صلى الله عليه وسلم اعترف بحب السيدة عائشة. سيدنا عمرو بن العاص كان يريد كلمة يأخذها فخرا من رسول الله، أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم له: أنا أحبك، أنت أحب الخلق إلي. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فاجأه بجواب أن زوجته أحب الخلق إليه، قال: يا رسول الله، أقصد من الرجال؟ قال: أبوها. قال: فمن بعده؟ قال: عمر. قال: فمن بعده؟ قال: عثمان. فيقول سيدنا عمر: فسكت خشية أن يؤخرني، لعله يذكرني في المرتبة 20 أو في المرتبة 30. الشاهد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعترف بحب زوجته على الملأ ولا يجد بذلك ضنكا. يعني زوج يفتح باب السيارة لزوجته، الناس يشيرون إليه بالأصابع، يقولون: هذا رجل تمتطي زوجته أكتافه، هذا أكتافه، هذا الرجل لا يصلح زوجا. وما عليه أن تفتح باب السيارة لزوجتك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع ركبته لزوجته تدوس عليها حينما تعلو البعير. رجل آخر يقرب مركبته إلى باب بيته سترا لزوجته وإكراما لها، ينتقد الناس ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرم زوجته على الملأ. النقطة الأخيرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجاذب أطراف الحديث مع زوجته. الزوجة لا تحب الرجل الصامت، الزوجة تحب الكلام، تحب أن تفضفض لك. أنا أقدر أنك ترجع من عملك متعب،
أنا أقدر أنك تحب أن تخلد إلى النوم، لكن لا بأس، ضع وقتا لزوجتك، اسمع حديثها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل، فإذا كان آخر الليل، وتعلمون أن أجمل ساعات الليل هي الساعات الأخيرة أو اللحظات الأخيرة من الليل، تقول السيدة عائشة: فإن كنت مستيقظة حدثني، وإلا اتكأ حتى يؤذن المؤذن. في أبرك ساعات الليل كان عليه الصلاة والسلام يتجاذب أطراف الحديث مع زوجته، يتقرب إلى الله تعالى بعبادة هي إكرام زوجته. هذه قدوتنا، هذا أسوتنا صلى الله عليه وسلم، خيركم خيركم لأهله، وهو صلى الله عليه وسلم خيرنا لأهله صلى الله عليه وسلم. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، إلى ذلك الحين دمتم بأمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.